مساء الخير. على إحدى التلال الساحرة والمشرفة على بيروت وعلى مقربة من عروسة المصايف علي بتوقع هالبلدة. لقبت بلؤلؤة المصايف بجبل لبنان وبفندقها الشهيرة، استقبلت الفنانين العرب واللبنانيين ومنهم الفنان عبد الوهاب اللي وصفها بالجنة. سوق الشهير كان أول الأسواق التجارية بمنطقة الغرب، ومنها توزعت محاصيل ومنتجات القضاء على كل لبنان. مدارسها ومعاهدها العلمية اعتبرت على مدى عقود من أفضل المدارس اللبنانية، وتصدرت صورة كتب التلاميذ كوحدة من الكرة اللبنانية النموذجية. مشوارنا اليوم بسوق الغرب. بتوقع سوق الغرب بقضاء علي بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن بيروت 22 كيلومتر وعن علي مركز القضاء 6 كيلومتر، وبتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 700 و800 متر، وبتبلغ مساحة أراضيها 251 هكتار أو 2.51 كيلومتر مربع. تتربع سوق الغرب على إحدى أجمل التلال المطلة على بيروت والبحر الممتد من خليج جونة إلى الدمور، وبتشتهر بطبيعة خلابة مزينة بأحراج الصنوبر اللي بتشكل مع العديد من الأشجار الحرجية غطاء أخضر بيمتد على أكثر من 70% من أراضيها، وكتساهم بإضفاء مناخ صحي معتدل ومميز على البلدة. تحتوي سوق الغرب على بقعة تعتبر من أجمل بقاع لبنان، وهي منطقة راس الجبل، وبتنتشر فيها البيوت القديمة والحديثة المتوجة بالأرميد والمبنية بالحجر المقصوب، ومن ضمن الفنادق السياحية العديدة مثل فندقي سرسق وحجار اللي استضافت أشهر النجوم والفنانين العرب. بتواجد بسوق الغرب أول كنيسة بنيت خلال الحكم العثماني بالقرن السادس عشر، وكرست على اسم القديس جورجوس. بيعتبر معظم المؤرخين أنه أصل اسم سوق الغرب هو عربي، وكان اسمه قديماً سوق العين بسبب تجمع أهالي الكرة لبيع المنتجات والبضائع حول العين بالبلدة، ثم تحول الاسم إلى سوق الغرب نسبة لمنطقة الغرب اللي بتمتد من علي حتى كفر متى وعبي. طريقكم من بيروت على سوق الغرب رح بتمر ببلدات قليلة نظراً لقرب المسافة بيناتهم، أما شو هي هالبلدات وشو هي أفضل الطرق يلي بتوصلكم لهالبلد الحلوة، متعرف عليهم سوا بهالخريطة. إذا انطلقتوا من بيروت على سوق الغرب رح بتمروا بي الحازمية، الجمهور، سوس، بمكين، وصولاً إلى سوق الغرب. تأسس أول مجلس بلدي بسوق الغرب بالعام 1870، وكان يسمى بالكوميسيون بوقتها، وقد تعرضت البلدة لأحداث أليمة اللي عصفت بوطن الأرز، ولكن قدام إصرار أهليها وبلديتها تحولت البلدة إلى خلية نحل أزالت عنا معظم أثار الحرب بهدف إعادتها إلى لقبها الأحب لؤلؤة المصايف بجبل لبنان. سوق الغرب ضايعة حلوة كتير، طلة وأهلها كتير كويسين، اسمها سوق الغرب. كان كل المناطق والضياع يلي عنده شي بده يبيعه كانوا يجوا يجتمعوا بسوق الغرب. ليه؟ لأنه كان فيها عيون كتير، فيها عيون كتير كلهم عيون ماي، يجوا يجتمعوا هون ويبيعوا غراضهم، وتطورت السوق فأصبح يعمروا حولها حتى أصبحت ضايعة. سوق الغرب كانت من أهم
مراكز الاصطياف بمنطقة جبل لبنان، كانت بتضم أهم فنادق موجودة، كان فيها فندق سرسو، كانوا كلها بشوات مصر والعراق، كانوا كل سنة يجوا يصيفوا هون، وأكثر شيء كانوا الأغنياء ببيروت يجوا يقعدوا بسوق الغرب يصيفوا بسوق الغرب على طول. ونحن من المشاهير اللي قعدوا عنا مثلا المندوب السامي الفرنسي اجا قعد بسوق الغرب، والرئيس شارل ديغول اجا قعد بفيلا بسوق الغرب. هلا نحن عم نعمل على تجيرة لانها كانت كلها صنوبر مكسوة بالصنوبر. سوق الغرب هي مركز الثقافة بالمنطقة، كان فيها أول شيء طلعت فيها مدرسة سوق الغرب يلي عملها مرحوم الياس الصليبي سنة 1860. انعملت المدرسة وتعمرت وصارت من المدارس المهمة مش بس بصعيد لبنان، على صعيد الدول العربية كانوا يبعثوا أولادهم يتعلموا هون، كان فيها داخلي. وبقت ماشية لسنة 1800 إلى 1976 تقريبا. بأيام الحرب تهدمت المدرسة لأنها كانت على خطوط تماس. الأستاذ أنيس نصار ووليد باك جنبلاط اشترى أرض، عملوا فرع من جامعة البلمان. بالنسبة للمدارس السنوية اللي كانت عنا، كان في عنا مدرسة رسمية وعدة مدارس. إذا كانت إطلالة سوق الغرب على بيروت من الطريق العام تعتبر من أجمل اللوحات الطبيعية والإنسانية، فهل إطلالة إلى نكهة خاصة من منطقة راس الجبل اللي صنفت وحدة من أجمل المواقع السياحية بقضاء علي بسبب غنيها الطبيعي والهندسي والتاريخ المميز. رغم الأحداث الأليمة اللي شهدتها منطقة الغرب بقضاء علي بشكل عام ومنطقة سوق الغرب تحديداً، متخلى أبنائها عن علاقتهم المميزة مع بيوتها التاريخية المشيدة بالحجر الصخري ومسقوفة بالأرميد الأحمر، فرمموها ونفضوا عنا غبار الزمن تتبقى شاهد على أصالة البلدة وتاريخها العريق. أنا ربيت بضايعة حلوة بموقعها بتضاريسها وببنياتها الحلوين. البيوت اللي أنا ربيت فيهم، أنا ربيت ببيتين بسوق الغرب، اثنيتهم كان لهم تاريخ مهم. آخر واحد ربيت فيه كان له اسم بيت فرايدينجر. بيت فرايدينجر كان هو المصيف لدانيال بليس اللي أسس الجامعة ببيروت، الجامعة الأمريكية ببيروت. يعني كل بيوت سوق الغرب لها تاريخ. هذا البيت اللي احنا فيه هلا له تاريخ كثير مهم، عمره جورج بيك مشعلاني. جورج بيك مشعلاني كان قائد الجيش المصري ايام الملك فؤاد الاول. جورج بيك مشعلاني اصله من ابي، هاجر لمصر وصار وتفوق فيها، ورجال كان كثير مهم بغايه الاهميه. تعمر البيت بال 1920، هو فريد بالحقيقه من نوعه. البيت له ميزه حلوه كثير، انه طريقه التوجه تبعه فيك تشوفي من جهه جبال الباروك، جبت الار 7 الباروك تبين بوضوح من الطوابق الفوقانيه، وبيروت كلها من هون من الشقه هذه. بأثناء الحرب العالمية الثانية بال 1943 إجا جنرال ديغول زار الجيش الفرنساوي بسوق الغرب اللي كان قاعدته هون، وقعد بسوق الغرب أسبوع. بتعرف سوق الغرب هي بالأساس كانت المركز الصيفي للمندوب السامي الفرنسي، كان يجي يصيف ببيت العجلاني برأس جبل سوق الغرب. بيوتها كلها سوق الغرب بيوت قديمة.
طبعا مع بين قوسين الطفرة الحضارية صار يطلع بنيات وبيوت جديدة، ولكن بفضل البلدية اتخذت البلدية قرار وضعت سوق الغرب قيد التخطيط، ممنوع حدا يبني بنيات هيك شقق وبيع، فتنظم المشروع. الموضوع هلا صارت ترخص البنيات ما لا تعطى إلا لبناء، طبعا ما فينا نبني هلا شيء أثري ولكن يكون المنظر تبعه بناء أثري، ومثل ما شفتي البنيات الموجودة. أهالي سوق الغرب رمموا البيوت اللي كانت موجودة رغم الصعاب، رمموا ورجعوا وساكنين فيها، وأكترية البيوت الحلوة رجعت، ولكن مع الأسف بتعرفي في بيوت قديمة كانت اتدمرت كتير ما قدروا رمموها أهاليها، ولكن تبقى بالذاكرة أدراجها حلوة، وأهمهم درج الكنيسة يلي شفتوه هلا، هذا بعده هو نفسه الأثري. أنا هون هذا الدرج غيرناه، ولكن الدرج الثاني يلي نزلته عليه على مطرح من هنا هو الدرج القديم يلي نعمل سنة 36. كان فيها سوق الغرب عدة فنادق، بوجه بيتنا هون كان في فندقين، فندق كامل وفندق سرسق. عائلة سرسق الشهيرة هي شقين، في شق بيروتي من يلي ساكنين بحي سراسة، وفي شق تاني من سوق الغرب. وكان أحد وجهاء عائلة سرسق رناه سرسق كان رئيس بلدية سوق الغرب سابقا، كان عندهم أوتيل هون، كان في أوتيل فاروق وفي أوتيل حجار على مدخل سوق الغرب، وكان في أوتيل نادر. وهذا بس أعطيك هيك نبذة من التاريخ. بيي والدي كان يشتغل، كان عنده تاكسي سنة 20، كان يشتغل يوقف تاكسي تبعه قدام هذا الأوتيل. هذا الأوتيل كان تجي تغني فيه أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وكان في مبنى كمان تهدم كان يقول له السيرك سيركس اللي كانوا يلعبوا فيه قمار من هذيك الأيام. فلما نعرض للبيع طبعا ما كان في أوتيل، كان في أرض، قمنا بشراء الأرض، اشتريت الأرض تخليدا لذكرى الوالد. أربعمائة سنة مرت على تشييد عبدالله حنا عطية وجرجس محفوظ كنيسة القديس جورجوس بسوق الغرب اللي ترممت بالعام 1866، واعتبرت بوقتها تحفة هندسية من أضخم المباني الأرثوذكسية بلبنان. وبعد غياب قصري رجعت الكنيسة لحتى تحتضن أداديس الإيمان والمحبة. كنيسة القديس جورجيوس أول كنيسة بنيت بهالمكان هوني كانت سنة 1569، يعني بالقرن السادس عشر. كان الناس لغاية هالوقت ما عندهم كنيسة يروحوا على القرى المجاورة أو ينزلوا على بيروت، إلى أن من أهل الضيعة قرروا أنه بدهم يعمروا كنيسة، بينزلوا لعند المطران بيقولوا له بدنا نعمر كنيسة، بيعطيهم مكتوب وبيروحوا فيه على اسطنبول على الباب العالي، لأنه بتعرفي بهيك الأيام كان العثمانيين هن ببلادنا بليجيبوا إذن ليعمروا الكنيسة. إجوا عمروا كنيسة نهر جرس بالمنطقة لهون بهالمحل هون، وبقيت الكنيسة تخدم الرعية لسنة 1866. بال 1866 جرى توسيع الكنيسة شوي وبناء الدير المجاور هلأ اللي رح تشوفوه بعد شوي وتاخدوا صور منه. بأوائل القرن العشرين 1901 انتخب المطران جراسيموس مسرة مطران على بيروت، وجرت إقامة أبرشيتين، أبرشية بيروت الإدارية، وأطبعت سوق الغرب لإلى بيروت لتكون هي مصيف لمطران بيروت، وباقي جبل لبنان صار أبرشية لحالها. المطران جراسيموس مسرة مع أهل الضيعة هون رادوا يوسعوا الكنيسة، وشرعوا ببناء كنيسة أوسع محل اللي كانت موجودة، وهيدا هو البناء اللي نحن موجودين فيه. ووضع حجر الأساس بآب 1903، وأقيم أول قداس إلهي فيها
ب 15 آب 1904. وعلى المدخل الغربي من جهة برا في 4 بيوت شعر بيأرخوا للتاريخ بناء الكنيسة بالعربي وباليوناني وبالروسي. بتتميز هالكنيسة أول شيء العواميد الخارجية الكبيرة، وداخل كمان القناطر مع العواميد الحجرية اللي من دير من دار موجودة. وإضافة لألهم الأيقونستاس، هالأيقونستاس اللي عمره كمان من 1905، اللي هو بالفعل تحفة فنية فريدة من نوعها، من خشب الأرز وأيقوناته، ومن الكنائس القليلة اللي فيها هالقد الأيقونات التصاعدية بتطلع إلى فوق. بالكنيسة هون كنيسة القديس جورجوس في أشياء فقدناها لما انصابت الكنيسة خلال الحرب، هو أنه كان عندنا جدرانيات، رسومات جدرانية على السقف وعلى خلفية الهيكل كله سوا، وهيدي راحت كلها سوا. بقي عندنا أيقونتين، هي أيقونة العذراء وأيقونة الميلاد اللي موجودة بالمذبح. موجود بقرب كنيستنا هون القديس جورجوس على بعد أمتار قليلة كنيسة بشارة السيدة للروم الكاثوليك، اللي هي بنيت أواخر القرن التاسع عشر 1899. ميزتها الكنيسة هونيك بالعقد الموجود فيها، يعني هي بناء عقد عالي كتير من يعني روعة جمالية. تغطيت شهرة المدارس الخاصة بسوق الغرب حدود وطن الأرز، وساهمت المدرسة اللي حملت اسمها وتأسست بالعام 1860 بتخريج عشرات المبدعين بمجالات الأدب والعلوم والثقافة، واليوم بتفتخر البلدة بوجود فرع لجامعة البلمند بلبي حاجات طلاب المنطقة بعدة اختصاصات. سوق الغرب، التاريخ يلي منعرفه نحن يلي مؤرخ وموجود يعود لسنة 1750 عندما تأسس أول دير أرثوذكسي أنطاكي في هذه البلدة. أسسوه رجلين من عائلة عطية، يلي هي عائلة مؤسسة في كانت وقتها، راحوا على القسطنطينية 3 أشهر حتى جابوا الإذن وإجوا وبنيوا الدير مكان الدير الحالي 1750، وبعدين 1904 بنيوا الدير يلي شفتوه انتو هلا. وطبعا مثل اي ضيعه تنشأ حول الدير والسوق والمدرسه. سوق الغرب يلي مرقتوا فيه هو كما الاسم يدل هي سوق الغرب، من وراء السوق القديم يلي كانوا يلتموا ويجتمعوا فيه جميع التجار من المناطق ويبيعوا بضاعتهم في هذا السوق. بأوائل القرن العشرين يعني حوالي 1900 أسسوا الصليبي يلي هن من بحمدون عن طريق بعثات بروتستانتية يلي هن أجداده للمؤرخ الكبير الدكتور كمال الصليبي الله يرحمه. أسسوا 3 مدارس بصولها، واحدة منهم سكرت والتانية نقلوها على صيدا وموجودة لغاية اليوم اللي بيقولوا هي مدرسة الأمريكان، والمدرسة الثالثة عرفت باسم الكلية اللبنانية في سوق الغرب يلي ضلت تعلم أبناء هذا الجبل كله لسنة 1982 عندما حلت الكارثة وتقاتل الإخوة. ارتأينا أنه حتى ترجع سوق الغرب الكنيسة تعمرت بسرعة، الفضل إلى سيادة المطران الياس عودي اللي نحن سوق الغرب نتبع أبرشيته، وكان لابد من إعادة بناء المدرسة. واجتمع الخيرين وارتأينا أنه أن تكون جامعة، في كتير مدارس بالمنطقة، فأن تكون جامعة، وطبعاً جامعة البلمند اللي أنا بعتز أني صار عقد من الزمن أو أكثر على مجلس أمنائها. كانت الفكرة أنه نبني جامعة البلمند اللي هي ورا منك هون، وهي هلأ فيها 350 طالب. افتتحت وضعنا حجر الأساس سنة 2010
سنة 2014 ابتدينا فيها الدروس، ورغم كل الصعاب يلي يمر فيها الوطن هلأ فيها ما يزيد عن 350 تلميذ، فيها كل الاختصاصات ما عدا الطب، لأنه نحتاج إلى مستشفى والمنطقة والجبل كله يحتاج إلى، في مستشفيات كتير ولكن نحتاج إلى مستشفى ذات مستوى. فهذا هو المشروع القادم، الله يعطينا العمر والقدرة حتى نقدر ننفذ. وجود سوق الغرب على مقربة من عروس المصايف علي، بالإضافة لطبيعتها الخلابة وإطلالتها الساحرة على بيروت، ووجود فنادق السياحية المشهورة ساهموا بتحويل البلدة إلى ساحة للمهرجانات الفنية المتنوعة اللي وضعت سوق الغرب قديماً ضمن لائحة البلدات المميزة بالمهرجانات الصيفية. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بسوق الغرب. مهرجانات سوق الغرب ابتدت سنة 2004 بعشا قروي مميز كان وفاعل، انطلقنا فيه مع أولاد الضيعة ونسوان الضيعة اشتغلت الشغل وشباب الضيعة قدموا المهرجان وكان عشا قروي مميز. وهالعشا القروي المميز عطانا انطلاقة لنبتدي بمهرجانات أكبر وأوسع. بال2005 بلشنا بنعمل أربع حفلات بالسنة، كل جمعة نعمل حفلة، نبتديها بماراثون رياضي للكبار والصغار، ماراثون ويعملوا بس يخلص الماراثون نعمل لهم مثل بيفاه صغير وكاراوكي للشباب والصبايا. الحفلة الثانية تكون على عيد السيدة، عنا عيد السيدة ينعمل القداس بالكنيسة مارجوريس بسوق الغرب، وبس نخلص القداس بيطلعوا العالم على العشاء القروي، وعشاء قروي بيكون مليان يعني مش أقل من 1000 شخص بيكون فيه، وبيجي أهل الضيعة كلهم مع الجوار اللي حوالينا، الضيعة الجوار اللي حوالينا مع مطربين ومع التراديشنال، بنعمل هريسة كل سنة على عيد السيدة، يعني بتكون هيدي مميزة. الحفلة الثالثة السبت اللي بعده يعني بتكون عم نعمل مطربين وحفلات تراثية كمان، جبنا جامعة ملماند عندهم بيغنوا شرقي، والمنطقة كلها كل شعاع المنطقة ناطرين كل سنة امتى بدك تعملوا حفلة، حتى المسافرين من أهل سوق الغرب من أهل الجوار يقولولنا امتى حتى بس ما نرجع لبنان لنقدر نحضر هالحفلة. وكانت حفلة مميزة دايما تكون. وسنة 2016 بمهرجان 2016 تم تكريم الشاعرين الكبار الله يرحم زغلول الدمور، ويومتها ثائبت كان مريض ما قدر طلع استلم التكريم تبعه، وكرمنا شاعرنا الكبير الله يطول عمره موسى صغيب، اجى تكرم هون بسوق الغرب كمان، وحفلات كانت كتير حلوة وقوية يعني. ونختتم المهرجان بهالحفلة هيدي يعني. أقل من 25% هي المساحة المبنية بسوق الغرب، وشكلت المساحة المتبقية غطاء أخضر طبيعي ساهم بخلق مناخ صحي مميز فيها. ورغم تنوع الأشجار الحرجية بالبلدة بتبقى شجرة الصنوبر الممتدة على نص مساحتها هي السبب الرئيسي لكمية الجمال والسحر الموجودين بسوق الغرب. سوق الغرب من البلدات العريقة
على صعيد السياحة والاصطياف وعلى صعيد تاريخها وبيوتها ومنازلها وعلى صعيد المساحات الخضراء الموجودة فيها. يعني سوق الغرب عدة عوامل بتخليها تكون من البلدات المميزة. أول شيء قربها من العاصمة بيروت، تاني شيء مناخها، تالت شيء المساحات الخضراء اللي موجودة فيها. هلأ للأسف يعني بالحرب كتار من المساحات الخضراء بكل المناطق وبكل البلدات وبكل المدن بلبنان، خسرت هالمدن وهالبلدات العديد أو الكمية الكبيرة من الأشجار ومن المساحات الخضراء. هلأ بالنسبة لنا جربنا أنه نرجع نعوض هالخسارة هايدي ويرجع يصير في تشجير ويصير في زراعة أشجار، بس كان عندنا مشكلة الألغام. تخلصنا من هالألغام يلي كانت مزروعة وبمساعدة العديد من المؤسسات ومن الهيئات، ورجعنا شجرنا المساحات الموجودة بالضيعة وبهالبلدة حتى تضل محافظة على طابعها الأخضر، لأنه اللي بيميز البلدات والقرى بلبنان هو الأشجار، المساحات الخضراء، ويلي عم نفتقدها بسبب تكاثر الحركة العمرانية وبسبب الحرايق وبسبب العديد من الأمور اللي صارت خصوصا خلال الحرب. نحن حريصين بسوق الغرب أنه نضل محافظين على المساحة الخضراء اللي بتميز هالبلدة. هي بتتوزع بين عدد كبير من الأشجار، ولكن أهمها هو الصنوبر، وفي عنا زيتون كمان. أشجار الصنوبر في البعض منها كتير قديم، والزيتون كمان. كمان بيميز سوق الغرب العيون، في عدة عيون مياه، وفي أشهرها اثنين، العين يلي موجودة بمبنى البلدية القديم ويلي بيرجع على القرن 19 هذا المبنى، وفي العين يلي قرب دير مار جريس بسوق الغرب. هالعيون كمان بتعطي طابع، يعني المياه والخضار هي اللي بتميز أي بلدة سياحية أو أي بلدة اصطياف بلبنان. هول اثنيناتهم موجودين عنا. بالإضافة للمساحات الخضراء، سوق الغرب بتتميز بأنها كانت ملتقى للكتار من العائلات البيروتية اللي لاقوا فيها مكان جميل للاصطياف وللسياحة ومكان هادئ. ومثل ما قلنا أنه قربها من العاصمة بيساهم بأنه تكون مركز لجذب المصطفين ومن العائلات البيروتية الكبيرة والعريقة. كمان في أحداث ثقافية وفنية وتاريخية عطت هالبلدة أهمية عديدة. مثلا بدي أذكر لك أنه ونحكى طبعا الأستاذ أنيس نصار حكاكم عن الفنادق العريقة بسوق الغرب، ويلي هي تراثية كانت ومن زمان وزمان. بفندق سرسو بسوق الغرب تم انتخاب ملكة جمال سوق الغرب والمنطقة سنة 1935. يعني بس عم بعطيكي فكرة أنه قديش كان في اهتمام بالحركة السياحية بهالبلدة، يعني قبل الحرب العالمية الثانية وقبل ما كانت تنظم انتخابات ملكات جمال بلبنان، كان في بسوق الغرب انتخاب ملكة جمال لأول مرة سنة 35. بهالبلدة كان يصطاف الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، كمان بأوتيل سرسو فيليمون وهبي كان يكون موجود هون. دائما كانت ملتقى للعديد من الشخصيات وللعديد من الأحداث السياحية والثقافية والفنية الحلوة. سوق الغرب تعني لي كل شيء، تركت كل شيء وجيت لهون. أنا صري 45 سنة بين أمريكا وبين الخليج وشغلي هوني، تركت كل شيء، أولادي خلقانين بأمريكا ولكن احنا هون بالبيت. أنا بالنسبة لي في عندي بالإضافة للارتباط المنطقي والموضوعي لهالأسباب هيدي، في الارتباط العاطفي، لأنه أنا ابن هالضيعة وابن هالبلدة وعندي انتماء كتير قوي فيها، وعندي حرص أني ضلني موجود بسوق الغرب. إذا مش كل السنة ثلاث أرباع الوقت، يعني مش بس بالصيف، بالصيف وبقسم كبير من الشتاء. وأنا حريص أنه عائلتي وأنه أولادي فيما بعد أنه يكون عندهم هالارتباط الوثيق بهالبلدة، لأنه أنا بتعني لي كتير، يعني فيها كل شيء بيربطني بتاريخي، بعائلتي، بطفولتي، بكل الأشياء الحلوة اللي بضلني حملها بقلبي وبذاتي من جوا.